تقدري تحكي لي هاي القصة؟ يعني قصة قديمة، يمكن لأنه هي كانت السبب بطلاقي من أبو نزير، تذكرتها وما بعرف ليش. يعني مختصرة أو الشيء اللي خلاك تتذكريها؟ قبل ما أتطلق من أبو نزير كنا بالبستان، ويوميتها ضاع الخنجر تبعه، وهذا الخنجر عزيز عليه وغالي وأنتيكا. أبو نزير يوميتها اتهم السايس بالسرقة، بس الغريب أني يوميتها شفته لناجي حامل ولد بين إيديه وراكد. يا لطيف كان مثل الشيطان. وهلأ تذكرتي ناجي لأنه في ولد مخطوف؟ بجوز، بجوز كمان لأنه هاي القصة كبرت الخلافات بيني وبين أبو نزير وخلتنا نوصل للطلاق. أنا حابب أسمع هاي القصة إذا ما كان عندك مانع. رح ضيع لك وقتك. وبجوز تخدميني كتير ما بتعرفي. طيب، من شي 16-17 سنة كانت منطقة البساتين آمنة، ما كان فيها هالقصص ولا هالمشاكل ولا قطع الطرق. نهاريتها كان أبو نزير عامل هيك عزيمة غدا لكبارية الحارة، ومن بيناتهم حتى كان أخي أبو جمال. وشو صار وقتها؟ ركضت لعند أبو نزير وحكيت له، قال لي رجعي على بيت الأستان، وراح هو لحتى يتأكد. أنا مو قلت لك تروحي؟ بلا والله، بس بدي اطمن على الولد. ما في حدا بالبيكه. خوفي على الولد، كسرت كلمه ابو نزير ورحت خبرت الكركون، بس ابو نزير شهد لصالح ناجي وطلعوا منها مثل الشعره من العجين. ومن يوميتها كبرت الخلافات كتير بيني وبينه، يعني صار يهيني ويزلني لحديت ما اتطلقنا. ليش صار كل هذا؟ ما بعرف، بس الله وكيلك وقت رجع أبو نزير من البايكة كان مقلوب قلب. تقول ناجي مسيطر عليه، كان كل همه يطلع ناجي من القصة. كأنك مو مصدق هذا الحكي. أنا أختي ما بتكسب بنوب، بس اللي مو عاجبني ليش لنا يدي السيرة مرة تانية وما إجانا من وراها غير العي ووجع الرأس؟